بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا اوذينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون هذه الآية نزلت في قوم موسى على نبينا وآله وعليه السلام. هؤلاء كانوا في أشد العذاب، في محنة كبيرة، وكانوا يطلبون من الله عز وجل أن يعجل عليهم الفرج بظهور النبي موسى، بظهور من يخلصهم من ظلم فرعون، ولكن بعد ظهور النبي موسى وبعثته ورسالته لم يخف العذاب عنهم المشاكل لا زالت باقيه فرعون على وضعه العذاب مستمر بل فرعون يهدد بتهديد اشد من التهديدات السابقه فتصوروا انهم سيبقون في هذا الضعف دائما كما أن قوم موسى تص... كما أن قوم فرعون تصوروا أنهم قاهرون دائما وإنا فوقهم قاهرون يعني كأنما القوي يبقى قوية والضعيف يبقى ضعيفا فانهارت معنويات قوم موسى أتوا إلى موسى على نبينا وآله عليه السلام بس هذا عتب أو ليس بعتب استبطاء يعني أين الفرج إذن قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا. يذبح أبناءهم وَيَسْتَحِي نساءهم. ومن بعد ما جئتنا. نحن تصورنا أنه مجيئك يسبب الفرج لنا ولكن أوذينا من بعد ما جئتنا. إلا أنهم غفلوا عن نقطة أن موسى سلام الله عليه قال بأن الفرج متوقف على شرطين يعني ما كفت فرج مطلق يأتي شخص وإذا بالأمة تتحول وإذا به يغير كل شيء إن لم تكن الأرضية جاهزة إذا النفوس هي مو جاهزة هذا الفرد يبقى فردا أمير المؤمنين سلام الله عليه بعد استشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله أين الناصر؟ بقي فرداً واحداً، معه مجموعة قلائل فقط، لذلك لم يتمكن أن يفعل شيء، طبعاً بوصية رسول الله لحفظ الأمة وللأسباب الأخرى المعروفة. إذاً النبي موسى عندما يأتي معه شروط في الآية التي سبق هذه الآية التي تلوتها قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا. هناك شرطان، شرط عقدي الاستعانه بالله عز وجل. ان يرتبط الانسان بالله، ان يعتقد بالله، ان يعلم بان ما يصدر من الله عز وجل تجاه العبد بمصلحته، بمصلحه العبد. هذا الاطمئنان النفسي. استعينوا بالله. هذا شرط عقدي يرتبط بعقائد الإنسان الشرط الثاني واصبر الصابر هذا شرط ثاني مو أن القضايا تتغير بين عشية وضحاها وإنما يحتاج إلى صابر الصابر قد يكون اسم فاعل زماني وقد يكون صفة مشبهة أو صفة مشبهة وقد يكون مبالغة اسم فاعل زماني يعني شخص هذا ما يملك ملكه الصبر في موقف يصبر فيطلق عليه انه صابر في هذا الموقف وتاره حاله الصبر تكون في الانسان ملكه هذا في كل مشكله يصبر يعني تاره الانسان يقف امام الحرام هناك حرام يرغب اليه ولكنه يصبر عن فعل الحرام. زين وفي احيان كثيره يفعل الحرام، هذا مو صابر بمعنى صفه مشبهه وانما صابر بمعنى اسم فاعل زماني. اما الصابر اللي صفه مشبهه يعني تكونت فيه ملكه الصبر. مقابل اي حرام، مقابل اي فعل غير مرغوب فيه ترى نفسه ممسكا مقابل المشكله يكون ممسكا. يصبر امام الطاغوت، يصبر امام الظلم والعدوان. هذا صابر بوجود الملكه فيه، مثل واحد تقول له هذا خلوق حسن الخلق، يعني دائما خلوق، مو في موقف ظهر حسن خلقه فقط دون باقي المواقف. وهناك المبالغه للصابر صبار. في ايه اخرى الله عز وجل لقوم موسى يشترط ان يكونوا صبارين، يعني تلك الايه تفسر هذه الايه. الله عز وجل يقول للنبي موسى: وذكرهم بايام الله. اعطيهم معنويات ان هناك ايام الله القادمه مو الان انتم تحت ظلم فرعون. وذكرهم بايام الله ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور. يعني تشكر النعم الموجوده وتنتظر. فإذا هناك شرطان للنتيجه. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. إن الأرض لله. هنا بعد هذين الشرطين يعني بعد الإيمان والاستعانة بالله والصبر. ما الذي ياتي لقوم موسى؟ هناك ايضا نتيجتان، نتيجه ماديه ظاهريه ونتيجه حقيقيه معنويه، اما النتيجه الماديه الظاهريه انهم ياخذون الارض، الارض بيد فرعون، طبعا مو بيد فرعون، فرعون كان مصر بسلطه فرعون يقول وهذه الانهار تجري اليس لي ملكه مصر؟ اين ملك مصر واين الارض كل الارض فيقول الارض لله مو لفرعون فرعون هو مسيطر على منطقه صغيره جغرافيه في الارض هو انه يدعي انه الرب الارض لله هناك الارض لله يورثها الارث الارث عندنا ارث مادي وارث معنوي طرق الانتقال في المال اما المعامله يعني واحد هناك في المعامله تارة تعطي عينا وتستلم منفعه او تعطي عينا وتستلم عين، تعطي منفعه وتستلم منفعه، هذه هي طرق الانتقال. وهناك طرق الانتقال في تغير المالك الارث لا اقدم شيئا. وانما المالك تغير لماذا هذا التغير للمالك في الارث لوجود جهه لوجود سنخيه جهه الارث هذا الاب الزوجيه البنوه الابوه الاقتراب القرابه هذا جهه الارث في الارث المعنوي ايضا نحتاج الى جهه مقومه ارثي لا يذهب لغير ورثتي الاقارب كذلك الارث المعنوي ان الارض لله يورثها من الذي يرث هذه الارض يكون خليفه في هذه الارض يورثها من يشاء من عباده من تكون بينه وبين هذه الارض سنخيه ارتباط من هو ذلك الرجل من يستعين بالله ومن يصبر في المشاكل. ياتي الى هذه الارض ويرثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين، اما النتيجه الحقيقيه فهي النتيجه الواقعيه في الدنيا والاخره للمتقين. فاذا هنا شرطان وهناك نتيجتان، الاستعانه بالله والصبر ارث الارض والنتيجه تكون بنفع هؤلاء. لأن كثير من الأحيان واحد يطلب شيئا عندما يصل إليه يرى أنه ما كان هذا طلبه بل تضرر من هذا الأمر النتيجة مو بصالحة كان يصور أنه لو يلحق على هذه الطائرة فيصل وإذا بالطائرة تسقط فهو فرحان كأنما حصل السبب ولكن النتيجة ليست في صالحه أما عباد الله المؤمنين فالنتيجة في صالحهم أيضاً ولكن هذا يحتاج الى صبر. فعندما ياتون هؤلاء ويقولون اوذينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا شنو اللي فرق؟ اوذينا لنتاذى. فماذا قال؟ قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم. في كلمه عسى اكو ملاحظه. ما يقول الله يهلك عدوكم، عسى يعني لعله حتى لا يبرد الإنسان إذا يدري أن هناك أموال تجي عمل أو لم يعمل يترك العمل ينتظر ولكن إذا عرف أن رزقه في عمله أو في حركته منك الحركة ومن الله البركة يتحرك فإذا بني إسرائيل كانوا يعلمون بأن مجيء موسى خلاص يسبب سقوط فرعون بعد ما يتحرك ما يسعى للتطور ما يمتثل بعد أوامر موسى وصلنا إلى النتيجة موسى هنا يقول سلام الله عليه عسى ربك عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض تكونوا خلفاء في الأرض فينظر كيف تعملون الله ينظر كيف تعملون هذا فيه تحذير ضمني يعني أنتم الآن وصلتوا إلى مرحلة هذا مو يختص بقوم موسى دائما في جميع الأقوام أنا وصلت إلى منفعة إلى بركة إلى رزق إلى جاه إلى سلطان إلى قوة فينظر كيف تعملون هذا التحذير ضمني موجود فيه ألم يعلم بأن الله يرى يعني الله دا يشوفك الله الآن يريد يقيمك سابقا أنت كنت مظلوم الآن خرجت من الظلم كنت مضطهد الآن أنت الحاكم لأن الأيام يداولها الله عز وجل وتلك الأيام نداولها بين الناس ما يبقى المظلوم مظلوم دائما والظالم ظالم دائما تختلف الأمور فالآن الله وعد المظلومين بالناصر رجل فقير جدا فإن مع العسر يسرا الله أغناه رجل ضعيف ما يتمكن أن يتزوج الآن الله رزقه زوجة صالحة لن فن... فينظر كيف تعملون الآن أنا وصلت إلى جاه إلى مكان إلى سلطان صار لي أولاد عز فينظر كيف تعملون الآن وقت الامتحان ووقت الافتتان لذلك تشوف غالباً المظلوم لما يصل الى مكان يصير ظالم ينسى واحد يشوف هذول الاخوان في مصر كانوا مظلومين مضطهدين كذا عندما وصلوا اصبحوا اول الظالمين في الجزائر هذول الاسلاميين كانوا مظلومين مضطهدين عندما وصلوا بداوا بالانتقام والقتل والسلب فالحروب المستمره في الجزائر هكذا بس واحد لا يتصور ان هذه قضيه ترتبط بالاخرين لا ترتبط بنا. لا ترتبط بواحد واحد منا. من من الشيعه وصل الى كرسي والى منصب في بلاد مختلفه وبقي على ما كان. قله قله تتغير الملك عقيم يغير الانسان، المال يغير الانسان، الجاه يغير الانسان، رجل دائما يحضر إلى المجالس الحسينية عندما اختلفت أموره الظاهرية وإذا به ينسى كل شيء. رضا خان لعنه الله شاه إيران السابق الأول. هذا كان في شبابه يحضر مجالس سيد الشهداء وهو حافي ويلطم، رجل شيعي كان في شبابه. بعدين عندما وصل إلى الحكم مو بس نسي كل شيء، في ليلة عاشوراء أقام حفلة ماجنة في ليلة عاشوراء، شوف شلون يتغير الإنسان، إذا واحد يقول ذاك ما أدري شاه منحرف بس في شبابه مو معلوم إنه كان منحرف، حسب المنقول في تاريخه كان يحضر المجالس، فالمهم الله عز وجل يقول لقوم موسى ولغير قوم موسى: "فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ" هذا التحذير ضمني يعني انت شفتوا مو واحد يقول انا والله ما كنت ادري الان اجت الاموال وكذا اصبحت وضيعت نفسي وضيعت ديني وكذا لا لا الانسان امامه تجارب الاخرين جميع الظالمين ففي هذه الايه المباركه الله يحذر يقول فينظر كيف تعملون ما الذي فعله ال موسى بني اسرائيل قوم موسى ما الذي فعله؟ خلاص عندما وصل إليهم الحكم وسقط فرعون بدأوا بالكفر على الله عز وجل هم هذول المضطهدين اتخذوا إلها من دون الله في قضية السامر والعجل هم هؤلاء المضطهدين أخذوا بالظلم وخالف الله عز وجل فتاه أربعين سنة وكذا وكذا وإلى يومنا هذا يظلمون فينظر كيف تعملون فإذن اولا هو فيه تحذير ضمني ثانيا المشكله انه دائما نحارب الظالم ولكن لا نثقف انفسنا وابنائنا واهلنا على الاقامه بالقسط الظالم لمن يروح ناتي نحن ونظلم ايضا لماذا ماكو ثقافه ماكو رشد في الامه هذه الثقافة تأتي يعني احنا نحارب الظالم هذه جهه الجهه الاخرى ايجاد ثقافه نشر العدل هذه الثقافه ما موجوده في البيت الانسان ما يمارس هذه الثقافه يعني في البيت الرجل مع اهله مع اولاده المراه مع اهل البيت ما تمارس هذه الثقافه ثقافته ليقوم الناس بالقسط العدل الظلم هذا دائما شيء طبيعي بين الأقرباء التباعد الاختلافات قضية طبيعية نحارب الظلم ولكننا لا نوجد ثقافة العدل في أنفسنا فتصدر المشاكل رجل مؤمن متدين يصل إلى وزارة وإذا به يكون أول الظالمين لماذا؟ لأنه ماكو ما هذه الثقافة في نفسه في, في البيت ماكو هذه الثقافة السيد الوالد رحمه الله يذكر في كتاب السبيل يقول الأحزاب التي تقول وتدعو إلى الديمقراطية هل هذا شعار يرفعونه أم واقع يعملون عندما يصلون يقول يمكن معرفة هذا الأمر بالنظر إلى داخل أحزابهم هل بالفعل هم يمارسون الديمقراطية في أحزابهم أكو انتخابات حرة وأكو تغيير الوجوه وكذا ام لا دائما هم نفس الوجوه فهذا دكتاتور في حزبه كيف لا يصبح دكتاتور عندما يكون رئيسا؟ فاذا واحد في البيت لم يعمل بالقصد وبالعدل لم يعمل بما يامر الله ولم ينتهي عما ينهي الله عز وجل طبعا هذا عندما يصل الى مرحله لا يتمكن ان يفعل ما يامر الله. وينزجر عما ينهى الله عز وجل إذا لننظر كيف تعملون تغيير في طريقة الفكر والتعاض عملي يعني واحد يأخذ العبرة من الآخرين عمر ابن عبيد يقول دخلت على المنصور الدوانيقي وهو جالس في بيت أمام غرف رغيف خبز فقط قبل ما يصبح ملك أمام رغيف خبز فقط فيقول طلبت منه رغيف لأنه قليل كان الخبز اللي ناكله معا فقال ما أملك هو هذا هذا هم بالقوة محصلة فقرأت له هذه الآية عسى ربكم أن يهلك عدوكم يقول مضت الأيام وإذا بي أدخل على المنصور وهو ملك عندما دخلت عليه قلت له الجزء الآية من الآية الجزء الأول من الآية تحقق بقي الجزء الثاني فينظر كيف تعملون شنو عملك أنت أنت المضطهد أنت اللي ما كانت تحصل رغيف ثاني للخبز فكيف تصنع هنا ملاحظة فينظر كيف تعملون الله عز وجل ليش يقول ينظر شنو هذا النظر؟ ان الله يريد يعرف ما الذي يصنعه الانسان؟ كلا. فينظر يعني المثوبه لها سنخيه مع العمل الصالح. والعقوبه لها سنخيه مع العمل الطالح. واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها، فحق عليها القول، يعني بعد فسقهم حق عليها القول. النتيجة من سنخ العمل يصير واحد يزرع بصل بعدين يحصد ريحان لا الحصد النتيجة من سنخ العمل ما الذي واحد حنظل يزرع وبعدين يحصد شيء طيب لا مر امر ما في المأكولات هذا الحنظل واضح النتيجة من سنخ العمل يعني ما الذي يصنعه الإنسان فينظر يعني نثيبكم ونعاقبكم على طبق عملكم بس الله عز وجل فرج عنكم ما الذي فعلتم هذا يحتاج إلى ممارسات فردية يعني واحد هو بينه وبين ربه تارة واحد صدام مسيطر على عشرين مليون من البشر يقتل يفعل تارة الرجل مو صدام ولكنه صدام صغير صدام على عشرين مليون مسيطر هذا الرجل مسيطر على أبنائه هذا الرجل في دائره مسيطر على العمال في الدائره مثلا الموظفين فهو صدام صغير لو تكبر يصير صدام ويخرب الحرثه ويقتل الناس فواحد من هو فيما هو عليه لازم يحاول ان يصنع نفسه صناعة النفس الارتباط بالله عز وجل الارتباط بأهل البيت مطالعة الأحكام الشرعية الأحكام العقائدية الأحكام الأخلاقية والسعي في تطبيق تلك الأمور في حياته الفردية يعني كل يوم إذا واحد مسألة أخلاقية يطالع ويسعى أن يطبق تلك المسألة الأخلاقية في حياته مو أتى ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال له أنصحني فرسول الله قال له لا تغضب كرر السؤال والرسول كرر الجواب بعدين هذا الرجل سمع لا تغضب هذه وصيه رسول الله له عندما رجع الى عشيرته راى ان العشيره جاهزه للقتال كل واحد ماخذ ما سيفه ودرعه والخوذه مالته قال شنو؟ قالوا العشيره الفلانيه قتلوا واحدا منا صارت مشكله بيننا فهو اخذته الحميه العشيرة وكذا راح شال سيفه وإذا به يتذكر وصية رسول الله فأتى قال شنو القضية لأنه هو أخذه الغضب تذكر وصية الرسول الله ما القضية قالوا أنه واحد من عشيرتنا ما أدري كذا سوى قتل أحدا منهم في قضية فهم يريدون يقتصون إحنا هم من يطي هذا ولدنا هذا ابننا ما نطيل للقصاص فذولاك تهيأوا للحرب وتهيأنا فهذا كلم شيخ عشيرتهم أنه أنا أحل المشكلة ليش بالحرب عشرات يسقطون وعداوات تبقى وضغاء مستمرة فذهب إلى شيخ تلك العشيرة وكلمه وأرضاه على أن يعطيه ضعف الدية ويعطيه كذا وكذا وكذا حتى لا تقوم هذه الحرب وبالفعل انتهت الحرب نفذ وصية رسول الله احنا كثير نسمع في المحاضرات في الكتب نقرأ القضايا الأخلاقية ننفذ تلك القضايا الأخلاقية عد هذا يكون مصداقا فينظر كيف تعملون التوكل على الله عز وجل والتوسل بالطاهرين سلام الله عليهم هذا كله مؤثر في تقوية هذه الحالة في الإنسان حالة الإطاعة لله كل أحدنا يحتاج إلى الله كل واحد منا يحتاج في كل صغيرة وكبيرة واحد يسعى أنه يقوي ارتباطه بالله ليتوفر الشرط الاول استعينوا بالله ويسعى ان يمسك نفسه عن الحرام ويتحمل المشاكل حتى يوفر في نفسه الشرط الثاني واصبروا اسال الله عز وجل ان يوفقنا لكلا الامرين الله عز وجل يتقبل اعمالكم ويستجيب ادعيتكم ان شاء الله سفرة مباركة، خطوات مقبولة في سجل حسناتكم، وترجعون إلى بلادكم بحوائج مقضية، ذنوب مغفورة، يد بليئة بالخير، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.